بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم جايب لكم عروض بيوت للبيع في منطقة أرسلان تاون، طبعا بجوار شاهين 1 وشاهين 2، طبعا هذه في اسلام اباد، يعتبر في اطراف اسلام اباد. طبعا انتقال ريجستري، طبعا هي كلها بصكوك. طبعا هنا في بيتين للبيع وراح اعطيكم التفاصيل ان شاء الله. اول شيء قلت خليني اعطيكم تفاصيل عن الشارع. شوف السياره اللي فوق اللي واقفه، هذه شارع العام الرئيسي، هي قريبه من الشارع، وهذه بيتين للبيع. طبعا في 5 مرله، دحين اعطيكم التفاصيل. وهذه هي شارع العام، طبعا فيها خدمات كلها، الكهرباء والماء موجودة، الغاز بعض البيوت موجودة بعض لا ما هي موجودة. طبعا نقول بسم الله، راح أعطيكم تفاصيل أول شيء عن البيتين اللي هنا. طبعا هذا هو البيت، دورين وملحق. البيت هذا طال فيها اللهم صل على محمد كرور، يعني قابل للتفاوض، ممكن يوصل 90، يعني ما يقارب 100 وشوية. هذا البيت 4 مرلة دورين، وهذا البيت برضو بجواره معروضة للبيع 4 مرلة دور واحد. طبعا نقول بسم الله. طبعا هذا البيت زي احنا قلنا طالب فيه، هذه كيف نقول ريمايندرسك، هذا طالب فيها 70 لك، تمام. نقول بسم الله. طبعا هنا تقدر توقف موقف سيارة صغيرة اللي هي اللي يقولوا لها مهران، هذه طبعا هذه أول غرفة المجلس، لها مدخلين وهذه بدورة مياه وانتم بكرامة. وهذه الصالة مع المطبخ، وهذه غرفة ثانية، طبعا يحتاج لها تصميم شوية، ترميم عفوا، بالها ترميم شوية. وهذه دورة مياه يحتاج إلى ترميم. وهذه غرفة ثانية، وهذا المخزن، يعني تقدر تغسل حوائج الملابس هنا. وهذه دورة مياه وانتم بكرامة. يعني 3 غرف وصالة و3 حمامات وانتم بكرامة ومطبخ. الدور الثاني نفس التفصيل، الدور الثاني نفس التفصيل، وكذلك فيها ملحق. نعم بس، وهذه موية كبير. شوف هذه هي الدور الأول، هذه الدور الثاني اللي هو نفس التصميم، وهذا الملحق. هذه 4 مرلة وفيها عداد كهرباء موجودة، وهذه موية تبير عفوا، شوف الموية تبير موجودة هنا. وهذه قلنا 4 مرلة بدور واحد، برضو فيها 3 غرف وصالة. وهذا هي الشارع العام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا البيت معروض للبيع، هذه منطقة أرسلان تاون، جنب شاهين تاون وجنب شاهين تاون 2. طبعا هو هذا هو الشارع العام، وهذا البيت طبعا 5 مرلة طالب فيها اللهم صل على محمد 82 لك، تقريبا ما يقارب 105,000 ريال. طبعا هذه هي موية بير موجودة، فيها الخدمات الكهرباء والماء. نقول بسم الله. هذه هي موقف السيارة، يعني تقدر توقف سيارة كورولا، سيارة اللهم صل على محمد جيب صغير مهران، يعني تقدر توقف هنا موقف سيارة، تمام. طبعا هذه أول غرفة، هذه أول غرفة، هذه مجلس الرجال. وهذه الصالة، وهذا المطبخ، هذه الغرفة الثانية،
هذه بدورة مياه وانتو بكرامة، حمام رنجي. وهذه الغرفة الثانية، عفوا الغرفة الثالثة. هذه هذا مخزن صغير، وهنا دورة مياه وانتو بكرامة. ثلاثة غرف واثنين دورات المياه والصالة والمطبخ. وهنا ملحق. طبعا هذه في اسلام اباد. هذا هو الملحق. هذه ارسلان تاون. طبعا هذا اللي قدامنا شاهين تاون، كلها جنب بعض. طبعا فيها خدمات، كل شيء فيها، الكهرباء والماء، اما الغاز الله اعلم، لكن الكهرباء والماء موجودة. هذه عداد كهرباء. هذا بيت معروضة للبيع كذلك، مساحتها 5 مرلة. هذه هي المساحة، تحت فيها غرفتين وصالة، وفوق فيها غرفة وصالة ومطبخ وملحق. هذه طالع فيها 75 لك. هذا هو شارعها. هذه في منطقة أرسلان تاون، يعني ما يقارب 100,000 ريال سعودي تقريبا. أيضا هذا بيت للبيع 3 مرلة. طبعا هذه كلها بيوت في منطقة أرسلان تاون في إسلام أباد. طبعا هذه طالع فيها 45 لك، يعني ما يقارب 60,000 ريال تقريبا. طبعا احنا ما نقدر نصور من داخل لانه فيه عوائل. هذا البيت ايضا للبيع 5 مرلة. طبعا هنا شغالين صيانة. الحين بصور لكم الفيديو من الداخل. طبعا هنا كذلك نفس النظام، موقف سيارة. هنا بدورة مياه وانتم كرامة. هذا المجلس. وهذه الصالة، نظام أمريكي المطبخ. هذه غرفة ثانية. هذه دورة مياه وانتم كرامة. هذه غرفة ثانية. هذه المستودع. وهذه دورة مياه وانتم كرام. 3 غرف، صالة، 3 حمامات ومطبخ. وهذه الملحق. طبعا فيها زي ما قلنا خدمات، الكهرباء والماء موجودة، الغاز ما هي موجودة. هذه كلها منطقة أرسلان تاون، طبعا كلها بصك انتقال ريجستري. هذه طالع فيها 95 لك، دور واحد ومع الملحق، وكمان يقول لك فيها قابل للتفاوض. طبعا هذا البيت حتستلموه جاهز من إلى
نشوف منطقة أرسلان هذه كلها شوارع مسفلتة، فيها صرف صحي والماء والكهرباء موجودة الحمد لله، وهذه قريبة من الشارع العام. هذه منطقة أرسلان داون، كل شوارعها نظيفة، فيها خدمات كل شيء.